ايه الاخبار؟ الحمد لله. حماس رهيب. نفسك تبقي انت نفسك تطبخي من اول ما جيتي صح؟ ايوه. هنعمل حاجه حلوه قوي قوي قوي. سلطه مكرونه بالخضروات والدريسنج خطير ورهيب. ايه رايكم نتعلم نعملها مع بعض؟ اوكي ماشي. انت يا استاذه انت هطلب منك تعملي لنا الدريسنج بتاعنا اللي هو الصوص. انت هتعملي طبعا كل حاجه. هنحط المايونيز ده يا استاذه. اوكي انا. ايوه امال مين؟ يلا نجيب معلقه عشان نحط بيها المايونيز. ده مايونيز. ده ايه؟ مايونيز عشان تحفظي بقى وتعمليه في البيت لوحدك. اوكي ده مايونيز. حطينا المايونيز. حطينا المايونيز. برافو. هنحط ايه كمان على المايونيز؟ ايه هنحط؟ ده ايه؟ ده ايه؟ بصل اخضر. مفيد جدا جدا جدا. وده كمان. انا مره قعدت اعمل كريب معاه. كريب؟ لا استني هجيلك اشوف موضوع ايوه برافو. ايه ده؟ توم. توم توم. اسمه توم. ودي ايه؟ هتعرفي من ريحتها؟ مش هتعرفي من ريحتها. كزبرة. برافو. ايه ده؟ شاطره جدا والله. انت تخشي مطبخ كتير صح؟ اه والله شاطره جدا. كزبره. وده ايه؟ ده نخليه في الاخر. وده ده ايه ده؟ فلفل اخضر. فلفل اخضر. بصي يا ست البنات هتحط لنا الحاجات دي على بعضها وتخلطيهم تخلطيهم لما ماشي. تجهزي هتقولي لنا. ماشي يلا قولي لي بقى كنت بتعملي كريب ايه؟ هبدا بايه؟ لا انت ابداي بكله على بعض. يلا قولي لي الايه؟ كريب فراخ. كريب فراخ. طب عملتي السلطه دي قبل كده؟ لا. طب ما تيجي نتعلم نعملها ازاي مع بعض؟ هنجيب مكرونه مسلوقه. مكرونه ايه؟ مسلوقه. يعني احنا سلقينها يعني ماما سلقتها اوريدي واتصفت خلاص؟ هنخلي ماما تحضرها لنا. نحط المكرونه بتاعتنا كده اهو حبه حلوين عشان الزوم مش راضي ينزل. ايه اللي مش راضي ينزل؟ نزليه بالمعلقه. عندك معلقه ورا اهي. دي؟ حلو. فين المعلقه؟ روحي خدي معلقه من الشمال. يلا حطينا المكرونه بتاعتنا كويس كده. هنحط ايه تاني؟ ايه ده يا استاذه؟ بسله. بسله وايه؟ بسله وخضار. بسله وخضار بس كده خلاص؟ بسله وفاصوليا وجزر وذره كل دول معمولين مسلوقين مع بعض. خضار مشكل في الاخر. يبقى ايه ده؟ خضار مشكل. خضار مشكل مع ذره. اوكي هنقوم نزل. ايوه هنقوم منزلينه كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. حلوه قوي كده. ايه رايك تقلبي؟ يلا تعرفي تقلبي صح؟ اكيد تعرفي. قولوا لي بقى يا بنات. ايوه انا هلم انا الحاجات اللي مش عايزينها دي. سلام على الشطاره. لما بتساعدوا ماما في البيت بحب اسال السؤال ده قوي واتاكد منه معلش. هل بتساعدوها وتسيبوا لها المطبخ بايظ خالص؟ لا. ولا ايه؟ ممكن اساعد؟ لا طبعا. بتعملي ايه يا استاذه احكي لي؟ بنظف المطبخ مع ماما. يا سلام. ولما تقع مننا حاجات كده بنعمل ايه؟ اهو مناديل ورا مناديل ورا مناديل ورا. لورا بتقولي ايه؟ عملتي ايه؟ مره قعدت انظف في المطبخ. وماما قعدت. وماما قعدت؟ ايوه. يا روحي ريحت يعني ريحتيها يوم؟ ايوه. والنبي على البنات تعملي طعامه؟ ده انا عندي 5 سنين. يا سلام. وانت عندك 5 سنين؟ طب ودلوقتي بتعملي ايه بقى؟ بساعد يعني. دلوقتي بتعملي ايه برضه؟ ما عملت برضه. ها؟ بساعد ماما وبناولها الحاجات. ومره بقى قعدت اعمل مع جدتي الكريب. يا ولد فتعلمتي بقى الكريب. أيوة. طب انت هتعلمي بقى جدتك السلطه دي؟ هي علمتك. أيوة. حاجه انت هتعلميها حاجه. أيوة. صح؟ ماشي حلو قوي كده. احنا خلصنا تقريبا تقليب هنا وهنا. خلصت انا. ايوه ممكن تشيلي دي تحطيها تحت بقى في الدرج بتاعنا. ايوه في الطبق ده. ده؟ الطبق ده اهو الفاضي اهو. ده؟ ايوه. هنحط بقى الدريسنج اللي احنا لسه عاملينه ده اللي الاستاذه ليلي عملته. عملتي ايه يا ليلي؟ تعالي نرجع تاني. عملتي ايه؟ حطيت كزبره فريش. ايوه خضره. حطيت بصل خضره وحطيت توم وحطيت بصل اخضر وحطيت ايه تاني؟ فلفل اخضر. وحطيت فلفل اخضر. ايوه واحنا هنا حاطين ايه؟ بسله وفاصوليا وجزر وذره ومكرونه مسلوقه. ومكرونه مسلوقه كله طبعا مسلوق. الخضار طبعا. كله مسلوق طبعا. كله مسلوق. ايوه حلو قوي. حطينا بقى المكرونه والصوص. احنا فينا حاجات عايز تتنضف يا بنات وانا بقلب كده ساعدوني عشان نخلص في نفس الوقت. بالمناديل اهو جنبكم. ايوه حطينا بقى وقلبنا كويس السلطه بتاعتنا الحلوه. بناتنا الامارات بينضفوا المطبخ اول باول عشان ما نسيبش الماما المطبخ بايظ ونبقى حلوين وفله وطعمين. نجيب بقى ايه؟ الحلاوه بالجارنش بقى اللي في الاخر. زيتون. يا سلام على الزيتون وحلاوه الزيتون
في سلطه الباستا او سلطه المكرونه ونقلب نقلب. انا عماله بقلب انا بقلب وانتوا ايه هتدوقوا شكلكم صح؟ ايوه. جيبوا بقى شوكوا كده واستعدوا لي عشان ايه هندوق الحلاوه اللي انتوا عملتوها دي. وبعدين عندنا ايه بقى؟ بصوا بصوا الحلاوه انا مش هحطها غير لما تيجوا. ايه ده؟ ده عين جمل. عين جمل. عين جمل مكسرات مع السلطه ما اقولكوش. اولا بتدي طعم حلو جدا وفيها فوائد كتيره 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 وخطيره، تخلينا نعرف نركز، بتخلينا يبقى عندنا انرجي حلوه وطاقه حلوه. فاحنا لو كلنا شويه مكسرات اصلا واحنا قاعدين بنذاكر كده هيبقى التركيز عندنا اعلى بكتير، فاحنا بنحطه كمان في السلطه اللي هي كلها فوائد. ايوه اخر حاجه خالص بقى يا بنات، مين يعرف ده بالشم كده؟ ها النعناع. يا اختي عليكي شاطره والله العظيم، وبتقف في المطبخ بجد مش بتضحك علينا. شويه نعناع للتزيين كده في الاخر ونبقى جاهزين بطبختنا الحلوه. خدنا وقت يا بنات خالص؟ ما خدناش اي وقت خالص. هنخلي ماما تبقى تسلق لنا المكرونه وتسلق لنا الخضار. ايوه بتدوق. يلا دوقي. والله عندك حق تدوقي، انا كمان هجيب المعلقه بتاعتي. خلصنا الشوك وقولوا لي رايكم ايه؟ تحفه بجد. لا اتاكد بنفسي بقى ما دام تحفه. انا عايزه اجيب دي تحفه بجد بقى. حلوه قوي 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 قوي. هتعملوها في البيت؟ طبعا. هتعلموها لهم؟ طبعا. طيب احنا هنكمل اكل في السلطه التحفه اللي احنا عاملينها دي، وبعد كده هنروح نغني اغنيتنا الحلوه ونبقى خلصنا رحلتنا. اتبسطتوا في الرحله؟ جدا 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 جدا. طيب قول لهم باي باي بقى يلا. باي. الله تعالوا ناكل.